الكونترات اللي باش يربح منه 30 مليون اورو في عامين. ظهرت برشا اصابات قديمه وجديده بسبب الحاله البدنيه اللي خلاته كل ما يطلع في نسق التحذيرات يلقى روحه مضروب، وهذا ممكن اللي خلى ريال مدريد مع بيريز يطوي صفحه راموس اللي ما لعبش حتى ماتش كامل 90 دقيقه منذ لقاء ريال مدريد اوساسونا في 9 جانفي في 2021. دونك بيريز جابت ملاعب وضعيته البدنيه سيئه، برشا اصابات. اخر لقاء لعب فيه 90 دقيقه قبل 7 شهور، قبل توقيعه اخر مقابله شارك فيها راموس كانت في شهر ماي. شكون تحايل على شكون؟ واضح هو شريف كانه عنده الكواليس. مراسلنا من باريس يقول اللي ماهوش باش يلعب يقول اللي راموس مش باش يلعب مع بي اس جي. نجاوبوا على سؤال امين قبل، فلورنتينو بيريز تحايل على باريس سان جيرمان فوالا، مش راموس اللي تحايل عليهم. هنا وسيم كي نرجع شويه بالذاكره، موضوع تجديد راموس مع ريال مدريد والمسلسل اللي خذاه معناها اخر سيزون وخوه لاجون اللي تعاركوا هو بالضبط، وجماهير مدريد اسكو كي العاده ستار من لي ستار نتاع مدريد يخرج من الباب الصغير ونخسروا معناها لي فيدات نتاع ليكيب، والا نعاودوا له ونرثخوا للضغوطات الماديه اللي حطها هو. لا بخلاف الضغوطات الماديه خلينا نوضحوا الساده المستمعين يمكن ما يعرفوش، في ريال مدريد في الشارت اللي حاططها فلورنتينو بيريز في السنين الاخرى كونوا اي ملاعب يفوت 30 سنه التجديد يكون كان بعام. عامين. فكما نقولوا المشكله كانت راموس يحب التجديد بعامين، الور كو بيريز قال له تحترم هذا مبدئيا معناتها اصل المشكله سياسه النادي اللي هي بعد 30 سنه نجدوا كان بعام كما الكام تاع كروس الكام تاع مودريتش. في الاخر وفي الاخر ايامات اخر ايامات شرقوت لاجون تاع راموس يتكلم يقول راهو سيرجيو راموس قبل بالعرض نتاع ريال مدريد انه يعمل بس من المس على ريال نتاعو ويقبل انه يجدد عام، لكن مدريد ترفض، بيريز هنا يرفض. هنا وسيم تو كي نرجع للاصابات المتعدده لسيرجيو راموس وانه مازال عنده التو ما عمل حتى ماتش مع باريس سان جيرمان، معناها ما ينجم يكون كان شيء انه ريال مدريد كان يعرف الوضعيه الصحيه لسيرجيو راموس، عنده حاجتين ما لازموش يديفيلغيها، ما نجمش يخرجها، خاطر اذا خرجها ما عادش تباع راموس، ما عادش عنده حتى يضروه مش يضر سواء من هكا ولا من هكا. والحاجه الثانيه كونه ما ينجمش يحطه ويعاود يجدد له عامين خاطر مش يخسر 30 مليون ولا حتى كان قاعد في الريال مش ياخذ 20 كان بدون فائده وما غير حتى طون جو زايد. رياضيا يعني تحكي؟ رياضيا مش يفيد ما يلعبش الملاعبين ما فماش. السؤال هنا اذا كان السيناريو اللي حطيته انت في مخك صحيح، السيناريو شريف يقول اللي الريال في باله كونه راموس عنده برشا اصابات زياد ويقول قائل كيفاش الريال فاقت به وبي اس جي ما تفيقش. هو مش مضروب، هو مش بيعوم مضروب، هو راموس في التيست ميديكال نجح، هو راموس المشكل نتاعو وين ما وين ما يقوي في الريتم نتاع الريتم نتاع لونترينمون يتعب الميسكل ويروح ما عادش يلعب يعاود يتضرب. اي الحاجه هذه مش دونك يرجع هو لاباس عليه. اي لا انا قلت لك الريال معناها عايشين معاه سنوات ومعناها ستاف ميديكال سيرتينمون يتبع فيه معناها بالشعر يعرفوا انه في اللاجم هذاك ما عادش ينجم يعطي نتاع عام وعامين وينجم يلعب تشامبيونز ليغ وينجم يهز الديفونس كيما العاده، دونك تواها الصفحه. بالنسبه لباريس سان جيرمان خدموا على ليماج، خدموا انه نجيبوا سيرجيو راموس انه عندي معناتها احسن ديفونسور في العالم في مدريد، انه ولاو سبعه ملاعبيه في ميركاتو كلهم سته بلاش واحد بركه بالفلوس، خدموا على برشا حاجات لكن سبورتيفمون خاسرين. ماهوش بلاش تسيش بريم دو سيناتور بابا. هذيك التصوير مليون يقصد الترونسفير معناها معناتها الشارج الريال. اي لا فهمتك فهمتك. اي بيان سور تحت الطاوله كلها فلوس. رايك في الموضوع زياد راموس وبي اس جي؟ انا الحقيقه كنت اقل واحد معناتها متشائم اللي هو معناتها ما كنتش شك اللي راموس ينجم ينجح في بي اس جي ولا خليته باش يلعب بالمرتاح، سورتو اللي فما الاكسبيريونس تاع تياغو سيلفا قبله جابوه اكسبيريمونتي اجي ونجح تحب ولا تكره نجح في بون. تياغو سيلفا ما جاش اجي معناها مش كبير كي مشى خاطر 2012 مشى خرج من ميلان ومشى للبي اس في، مي بون هي راي نظريه تخليك تاول معناها الحكايات هذوما. مي الحقيقه ما نتصورش ينجم يكون معناتها جوار هو بالرسمي بدنه رخ معناها سبحان الله زيد 35 سنه صحيح 35 سنه وقداش من عام في التريو نيفو لي بريباراسيون زاد يعملهم في السيف انا بحكم نتبع فيه في انستغرام دونك ثم حاجات انتنسيف بالرسمي يعمل فيهم والكاراتيه اللي يلعبوا في وسط الماتش هو اي فوالا دونك لهنا انا واحد من الناس الحقيقه ما نحبش نقول انه تحيل الحقيقه كلمه كبيره معناها تحيل راهو معناتها كونترا معناها صايب حتى فهمتش معناها لابس ماسك تقول شابا راموس لا لا نتصور هذيك هي معناتها ساعه غيف اللي جوار يرخ ان سيرتان مومون بيبان فيزيك نجم يصيروا في اي مرحله في الكارير دونك لهنا
نشوف باش نتبعوا ريدوكاسيون نتاعهم كومون سافا سباسي اسكو باش يرجع سني ولي اي سورتو كان رجع في الدوزيام موتي دو سيزون كيفاش باش ينتجري للجروب نتاع البي اس جي. هذا هو سوي. زياد هو يقعد مضروب انفع للبي اس جي رياضيا من انه يلعب خاطر ما تنجمش تكون انفع على خاطر شو نحكيو على واحد من اقوى الديفونسور في تاريخ الكوره رانا معناها بصراحه معاك باهي قداش هناك نشوف انا مثلا باش يرجع لابوجي نتاعو يحب الوقت يحب الوقت سي سور اما مثلا اليوم نشوف كيمبيمبي مثلا كيلمو لعب ماتشويت اللي نشوفه مع تزلعات باغ اكزومبل اللي عملهم مش بارتي لوي من اللي قبلنا نسيت شكون حاسيرو بالحق تحسوا سي مع تجوير على الريتم ياسر 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 عليه معناها فهمت دونك لهنا راموس يل بو تري بيان اتخ معناتها اون دوزيام كارت معناتها على غالب نحكيو على راموس دوزيام بلون دوزيام كارت ولا لا نا با لو شوا دو فاسون معناتها كان باش يرجع في فيفري ولا في مارس ولا في جانفي ما فهمتش هذاك هي تو ليكيب سيستيم ماشي امورنا واضحه قاعدين نربحوا قاعدين جاونا به دونك ما فهمش علاش باش ينتجري الجروب انا هذايا بيان سور هذايا حسب رايي انا الشخصي بعد اون فيرا امين نخرج شويه من جانب الكره انا عجبتني المكالمه مع ميسي بعد ما كان يحب يرحي معناها حب في كل كلاسيكو يحب اولا ميغو خلو اولا ميغو كيتال هذيك احسن حاجه يدور لي في بي اس جي يعملها انت لحد الان قمه النفاق معناها اولا ميغو اولا ميغو ميسي اولا ميغو كيتال اليوم كلام سلهيبي حمص رايح يقتلوا بعد التكلويتك هذيك ديما تصير لا لا سير سيرتو هو نحكي اونتر دو غراند ليجوند معناها رانا نحكي اونتر ليجوند قاعدين لا هما حتى في الماتش لا تفاد ليك هي برا انا شوف شوف سبحان الله كيفاش كل شيء بين ليله وضحاها كل شيء تبدل يولي ميسي اول اميغو اي هو النفاق الرياضي هذا مسموح به شويه من قبيل مثلا احنا سمعناها من قبل برشا جمل والله نلعب فيها كجمعيه والله في البلاد هيك نلعب في الجمعيه هذيك والله اللعبه هذيك ما نلعبش معاها في الكونفرنس دو بريس نحلم باش نكون للسيت يا معلم سيتي عمر 10 سنين كيفاش حلمت انت به صح هذيك الجمله الشهيره والله من انا صغير نحب الجمعيه هذيك والله طرفه وسيم روبينو اقوى واحد روبينو كان ماشي لتشيلسي بعد اخر دقيقه في السيتي قال لهم جو سوي تري فيير دابارتونير لتشيلسي غلط في الكونفرنس دو بريس مازال كي ما قروش كي ما قروش فما وثيقه الاسبوع هذا تثبت الوثيقه هذه تقول البالون دور مولاه سنا ليفاندوفسكي مش اول مره يا وسيم زاد اكتوبر نفس المده اكتوبر 2018 تسرب وثيقه فيها ترتيب التصويت لجائزه البالون دور قبل فتره من اعلان الفائز بها الوثيقه زاد كان فيها اسم لوكا مودريتش في المركز الاول ب 753 نقطه وبعده رونالدو وغريزمان والتسريب كان صحيح 100% ومودريتش ربح البالون دور اكتوبر 2021 نفس القصه وثيقه نتاع الترتيب النهائي تخرج فيها روبير ليفاندوفسكي هو صاحب اللقب ب 627 نقطة ميسي الثاني صلاح الثالث كريم بنزيما الرابع وجورجينو في المركز الخامس لكن ليبوك مايكير والمتحكمين ممكن في مواقع الرهان الرياضي وجانب من المشهد الرياضي اليوم في الكرة العالمية مازالوا يعطيوا في الكوتة الكبيرة وفي الكوتة الممتازة للفائز بالنسبة لي مش كون ميسي مش ليفاندوفسكي ميسي ديما بالنسبة لي متفوق على ليفا وبنزيما برغم التسريب مش كوتة كبيرة الكوتة الصغيرة الكوتة صغيرة يا ربي برغم انه يعني الورقة تسربت لكن قعد ميسي في محافظة على المرتبة الأولى واضح مرة أخرى هو سوكي سور التسريب هذا ما هوش من غير أوبجيكتيف أكيد وراه أهداف زيد تتوقع أنت شنو الهدف من وراء التسريب هذا والله شنو نقول لك اللي بوك ميكر يحب يطلعوا في الها نجم تكون وي نجم تكون حكاية نتاع سبونسور نجم تكون حكاية نتاع دي ريفنو من باريس سبورتيف نجم 40 ألف تيوري ثم في الواحد مي انا ديما نقول اللي ما صدق الا من عمق معناها اوكي برشا تصاور خرج وبرشا تصاور خرج وطلعوا غلطين زاد ينسي سويت دونك الحقيقه ما نعرفش نستناوش مازال هو جمعتين من اخر نوفمبر 29 نوفمبر جا شهر اخر نستناو شهر اخر خويا تو نشوفوا بلي خليو هنا هذيك الكابتورك التصويره باش نعرفوا اسكو صحيحه اللي خرجت ولا غلط شريف امين يقول عام 2019 خرجت وثيقه فيها 2018 اي خرجت وثيقه فيها مودريتش ربح وبنفس عدد النقاط هو ورونالدو غريزمان نفس هو بيدو معناها انا بيرسونيلمون نتمنى تكون صحيحه اللي هو سي سي خاطر هذاك هو هذاك الترتيب الصحيح هي زعما تسريب هكا جوست معناتها تسريبات وكا هو ولا اوبجيكتيف مش تسريبات هو سفار شكون اللي هبطها معناها هما ديما شنو هما قلنا لي جورناليست هما اللي صوتوا على البالون دور يمكن يعملوا ستيل دو سونداج ستيل نتاع زاد معناها ياثروا يحاولوا ياثروا زاد على الاوبينيون بوبليك معناها ياثروا على العباد ياثروا على التصويتات اللي مش تصير باش تمشي كيما نقولوا في النسق هذاك
وماش مش تكون بعيده برشا على على هذا على النتيجه الصحيحه اللي مش تكون. سؤال جورجينو صاحبه مين الخامس؟ مثالش مثال مهم في التوب فايف عادي انجاز بالنسبه لي. وين روبير ليفاندوفسكي الجولياتور ضد جلادباخ؟ تو نحكيو عليهم عندنا برشا عندنا الاطراح باش نحكيو عليهم. الخمسه بلاش نتاع البايرن ضد جلادباخ، ما الذي حصل بالحق؟ تحس الشعب ما الذي حصل بالرسمي؟ ما استوعبش كيفاش البايرن مصدوم الشعب ربي التونسي. ربي طاح ماتش بنفيكا. ربي في الوجود. كيفاش خمسه بلاش؟ كيف ما استوعبش الشعب التونسي الخمسه بلاش نتاع ليفربول ضد مانشستر؟ الوحيد اللي توقعها هو شريف الفخفاخ. شويه موسيقى وراجعين للمون.